أخ سائل بيقول قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم في الآية فعل ماضي، فهل هذا يعني أن إحنا دلوقتي أسوأ أمة أم لا؟ لا، ما مش معنى كنتم يعني معناه ماضي وانتهى. لا يعني، وإلا ما عندك في الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني هل معناه أتى؟ لا، معناه قدر وقرر. كنتم خير أمة ليس معناها أن هو كنا ولا نصلح للحاضر، لا، إنما يعني دلالة على وقتها، ويعني ما ليس معناه كنتم بالماضي هنا بقدر ما هو تقرير قرره الله عز وجل أننا خير أمة. لكن هنا ليس مسألة إن إحنا كنا ولم نكن، لا، مسألة إن الخيرية، وده الأهم، مش مسألة الماضي والحاضر، بقدر ما هو أن هذه الخيرية مرهونة، مش شيك على بياض. وإلا ما ربنا قال عن بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هل ده معناه على كل العالمين؟ لا، على العالمين في وقتها، وما داموا يعملون بمقتضى هذا التفضيل. ايه هذا التفضيل؟ العمل بمقتضى كتاب الله والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم من بعد موسى عليه السلام. فنحن كذلك خير امه اخرجت للناس، ليه؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا الخيريه ليست لمجرد اننا امه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بقليل أننا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس يقول لك أنا من الأشراف، طب يعني يا سيدي شرفتنا؟ أنا من الأشراف، طب عملك عمل أشراف ولا عمل إيه؟ لا، قد تكون من الأشراف وعملك عمل الأخساء فلن ينفعك الناس، قد تكون لست نسيبا لكن عملك يرفعك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت حميد، يا صفية بنت حميد، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال في حديث آخر كان في ضعف، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأنسابكم. وحينما ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى القدس وأرسل إلى أخيه في الإسلام سلمان الفارسي، يا سلمان هلم إلى الأرض المقدسة، فقال له سلمان يرد عليه وكان واليا على القادسية، قال يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن العمل الصالح يقدس صاحبه. فنحن خير أمة بما نعمل، وليس لأننا نتبع شكلا محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، لابد أن يكون المضمون والجوهر والمظهر مطابقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم.